وفد رجل يقال له سعد العجيلي أو العجلي، هذا من الغلاة، هذا من الغلاة اللي حاربهم الإمام ولعنهم الإمام صلوات الله وسلامه. هذا يوم من الأيام يجي للإمام سلام الله عليه وقال له بكلام: أخبر الناس أني أعلم الغيب. يقول للإمام: أخبر الناس أني أعلم الغيب، قل للناس أن سعد العجلي يعلم الغيب بس، وأنا مستعد أجيب لك العراق زين أولها وتاليها. أتباعه شيعة. الإمام سلام الله عليه زجره ونهره وأبعده حقيقة، وتكلم إليه بكلام يكره، وخرج من عند الإمام سلام الله عليه. يقولون إجا إلى من؟ إجا إلى أبي هاشم عبد الله ابن محمد ابن الحنفية. أبو هاشم عبد الله ابن محمد ابن الحنفية، وقال له نفس الكلام. أبو هاشم هذا ما تحمل، وثب عليه مباشرة، وثب عليه فضربه ضربا شديدا مبرحا حتى كاد أو أشرف على الموت. لكن هذه المواجهة بالقوة بالعنف بالشدة بالقمع بهذا الأسلوب، هل منعت هذا الرجل أن يمضي في مشروعه الخبيث؟ لا، ما منعته. بقي أيام على فراش المرض، لما تعافى من مرضه طلع من المدينة وراح إلى الكوفة وبدأ رجال أيضا كانوا يقولوا عنه أنه مشعبد زين، عنده أشياء سحرية وغير ذلك، خدع بها الناس مثل ما موجود الآن بالعراق. أمثال هذا كثير، كل يوم يطلع لك همفد واحد دين يخدع الناس، والناس بسطاء وسذج، ينطلي عليهم أدنى شيء. هذا هم بشعبذته خدع الناس زين، فاتبعه مؤرخون يقولون فاتبعه خلق كثير، صارت جماعة. وهذا المؤسس لمذهب الغلاة الذين غالوا في الاعتقاد بعلي بن أبي طالب وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.